جايز معاكم نهى طلبه من نيتيف توك. الفيديو النهارده عشانكم وعشان الناس اللي بتبقاش عارفه تعبر عن مشكلتها في الزحمه وانها تقول انها متاخره او اسف ان انا متاخر اصل ده ساعه الذروه الحاجات دي كلها مش عارفين نعبر عليها بالانجلش. تعالوا نبتدي باسم التوبيك بتاعنا النهارده وهو اسمه كراودنس. كراودنس دي معناها الزحمه. عايزه اقول انا اسف انا متاخر، هقول I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. Or I'm sorry I'm late. دي الكلمة اللي كلنا عارفينها اللي هي I'm late. طيب عايز اقول انا اسف والله بس كنت مزنوق في الزحمة. كلمة مزنوق او مش عارفة اتحرك في الزحمة دي اسمها stuck. Stuck. يبقى I'm sorry I was stuck in traffic. Traffic دي اللي هي الزحمة او العربيات الكتير او المرور. هقول I'm sorry I was stuck in traffic. I was stuck in traffic. طيب الشوارع مليانة. The streets are busy. ايه ده busy؟ مش busy دي معناها مشغول يعني اقول I'm sorry I'm busy. لا عادي جدا ممكن استخدم كلمة busy لو انا بتكلم عن الزحمة او في عربيات كتير، في الحالة دي ممكن استخدم busy عادي. I'm sorry I was stuck in traffic and the streets were busy. خدت بالك لما جيت ربطت بين جملتين وحطيت and ما قلتهاش and؟ راجع الفيديوز اللي فاتت هتقول ان احنا نعرف نقولها and. I'm sorry I was late but the street was busy and I was stuck in traffic. And I was stuck in traffic. يبقى أنا استخدمت busy، استخدمت stuck، واستخدمت traffic. Okay؟ عايزة أقول إيه تاني غير busy؟ يعني أنا عايزة أقول الشوارع زحمة، هستخدم كلمة crowded. طيب بلاش crowded، وعايزة أعلى شوية بقى كده الناس اللي بتاخد ايتس أو عايزة تبان إنها professional، هستخدم كلمة تانية اسمها hectic. 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 I'm sorry but the streets were hectic. Hectic. Okay. يبقى انا استخدمت busy، استخدمت crowded، استخدمت hectic، استخدمت I was stuck in traffic. كل ده ممكن اقوله عن الزحمة. طيب يعني ايه ساعة الذروة؟ ساعة بقى الساعة 2 الظهر وكل المدارس طالعة، فاستخدم كلمة rush hour. Rush hour. You know it's rush hour. Rush hour. Rush hour. يبقى دي كمان حاجة ممكن استخدمها وانا بتكلم على crowdness. طيب ايه كمان؟ دي بقى محدش يعرفها كتير، لما اقول كيس او الحاله تبقى العربيات كلها لازقه في بعض والعربيه بتاعتك مش عارف تحركها اصلا. اوكي اوصف الحاله دي اسمها ايه؟ هقول the cars. The cars. خد بالك من نطق حرف الار. The cars are bumper to bumper. Bumper to bumper. يبقى اما اجي اقول the cars are bumper to bumper معناها ان العربيات كلها لازقه في بعض ومش عارف حركها. يبقى اقول the cars are bumper to bumper. كلمة مطب اسمه bump. Bump. The streets full of bumps. The streets full of bumps. انا كده انت راجل شاطر وحد هيقولك انت متأخر ليه هتروح جاي رصص له الاربع جمل اللي انا قلتهم دول ورا بعض، تحس ان انت اتكلمت انجلش وان انت fluent. هتقولها ازاي؟ I'm sorry for being late but I was stuck in traffic. You know it's rush hour and all the cars were bumper to bumper. You know it's very hectic in Egypt. بس كده موضوع بسيط جدا، قلت 5-6 جمل يبينوا جدا ان انا شخص نيتيف وان انا بروفيشنال في فيديو صغنن. And see you in my next video. See you. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير على الفيسبوك، ولو متابعني على اليوتيوب وحاسس ان شرح بسيط عليك وبتستفيد فعلا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل البتاع اللي بيقولوا عليه ده جرس التنبيه، ما تنساش. Thank you.